حياكم الله مشاهدينا الكرام، راح نتعرف على ثقافات ودول وشعوب في بوليفارد وورد بموسم الرياض، حياكم الله. وصلنا لأولى المحطات، الصين الشعبية، نتعرف على ثقافة شعوب الصين. الطرق الداخلية في جناح الصين مصممة طبق الأصل لشوارع الصين. المحلات في جناح الصين مطابقة للأصل في الصين، وشنك عايش وزاير الصين حاليا. تعمل لايف بوليفارد وورد تعمل شيخوان جيجا جونوين دي فانك وكان تعمل لاي خنطوة دارين اللي قلت طال عمرك، انا ادري اكيد ما فهمت من ترجم لكم اللي قلت طال عمرك. شفت انا الاقبال كبير صراحه من الشعب السعودي ايضا، والشعب اللي هو الدول الاخرى من المجاوره، منكم البحرين ومنكم ايضا منهم اللي هم اهل الامارات، جو كثيرين ولاحظنا صراحه في حب للثقافه الصينيه. جناح الصين جناح يحمل ثقافة أهل الصين وشعب الصين، جناح حلو، انت شو رايك؟ الله يعطيك العافية أول شيء، ونرحب فيكم احنا في المملكة العربية السعودية. وجناح الصين صراحة جناح رائع، يعلمك على الثقافة الصينية، موجودة في أماكن صينية ومحلات صينية. صراحة نشكر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهود هذه، وعلى رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ. أماكن صراحة أن تدخل من منطقة لمنطقة، كل منطقة تقول أنا أحلى من الثانية، وأنت مسافر في مكان واحد. فالبوليفارد هنا البوليفارد وورد يجمع جميع الأشياء اللي شفته صراحة، شيء مبهر يعني، قامت بالدولة الحمد لله، شيء يرفع الرأس. ودك تجرب الأكل الصيني مدام في هذه الطبخات الصينية؟ يا ليت إذا في شيء مجاني. لا لا إن شاء الله بنجرب كل شيء، بنجرب. إحنا ما جينا هنا لنشوف ونطلع على كل شيء، ونا بنجرب إن شاء الله. والله ما شاء الله، جناح بصراحة من أفضل الأجنحة الموجودة في البوليفارد الجديد، وبصراحة استمتعنا والله في الزيارة فيه، والمكان بشكل عام مكان جميل، واستمتعنا في الزيارة ويستحق الزيارة بصراحة.